الزمالك وصل لإيه بقى فكرة القضايا بتاعته علشان فكرة التدعيمات وقف القيد طبعا؟ نعم. طيب شوف دلوقتي نادي الزمالك ما زال عنده سيل من القضايا، سيل واللي انا هقوله ده ربما يبدو غريبا لاذان المستمعين والمشاهدين، لكن في وجهة نظري هو الامر الواقعي الذي يجب على اداره نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك ان هم يشتغلوا عليه الفتره الجايه. نادي الزمالك خد قرار رسمي بعرض محمد صبحي للبيع وعرض احمد فتوح للبيع، ده قرار رسمي. مصطفى الزناري اوكي، لكن الاسمين دول اعلى. محمد صبحي مطلوب، هو عرض الثلاثه طبعا. محمد صبحي انا بتكلم عن الاسمين دول بالتحديد. محمد صبحي مطلوب في نادي بيراميدز، احمد فتوح نكاد نقول انه قاب قوسين او ادنى من الانتقال للنادي الاهلي بنهايه الموسم على فور فري لو نادي الزمالك لم يتخلص من محمد صبحي واحمد فتوح في يناير. الاثنين هيمشوا اخر الموسم فور فري، مش تاخد ولا شيلن قدام. طيب العقل بيقول ايه؟ العقل بيقول طالما ان انا النهارده عرضتهم للبيع في يناير اجيب ترابيزه واجيب مسؤول نادي بيراميدز واقول لهم عايزين محمد صبحي في 6 شهور، احنا عايزين مقابل مادي. اجيب مسؤول النادي الاهلي، ودلوقتي العلاقات بقت ممتازه، العلاقات اكثر 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 من ممتازه. مسؤول النادي الاهلي، انتوا عايزين احمد فتوح؟ عايزين احمد فتوح، اوكي. احنا خلال 6 شهور دول محتاجين المبلغ الفلاني. اكيد اي مداخيل لحل الازمه يعني. اكيد اي مداخيل ماليه انا اولى بيه. بعيد عن اي شيء تاني. بزنس مش كوره بقى. بعيد عن التنافس في المدرجات، بعيد عن التنافس على السوشيال ميديا، بعيد عن الجماهير، بعيد عن كل شيء. انا في وضع معين النهارده لما اشوف المصلحه بتاعتي وابدا اتحرك، لان خلاص انا قررت من تلقاء نفسي بعيدا عن اي شيء ان الاثنين دول خارج حساباتي، مش مكملين معايا خلاص. مجلس الاداره خد قرار واضح جدا، مش هيرجعوا خلاص. مش هيرجعوا فيه. مجلس الاداره الحالي انا هم واضحين جدا وبروفيشنال جدا وكلامهم قليل. النهارده التصريح بيطلع من نادي الزمالك يعني كل كلمه وكل حرف فيه، وبصراحه حتى النظام في مجلس الاداره من حيث التصريحات بقى شكله منظم عن قبل كده. ده كلام طبعا محترم. فانا في وجهه نظري ده الحل الامثل في الوقت الحالي عشان نبدا ايه؟ خلي بالك اللي انا بقول لك ده جزء من الحل، لان اكيد المداخيل الماليه اللي انا بتكلم عليها دي مش هتحل هذا الكم من القضايا، المبالغ المطلوبه كتيره جدا. نستغل فتره العلاقات الطيبه طبعا والتفاوض السلمي السهل ونبتدي نطلع من الازمه. وعايز ادي مثال طبعا لمحبي الكره الاوروبيه، مفيش اكتر التنافسيه في مدينه واحده في ميلان ما بين اي سي ميلان وبين انترناسيونالي. الاثنين دول ما بينهم يعني ما صنع الحداد من زمان اكتر من الاهلي والزمالك. التنافس حاجه وانتقالات اللاعبين حاجه ثانيه. دي نقره ودي نقره. بيتعاملوا مع بعض، انت عايز حد من عندي اوكي، انا عايز حد من عندك اوكي، حط الفلوس حط الكاش. الجماهير بره بره الموضوع، الشغل شغل. فانا اتمنى تكون دايما علاقه نادي الاهلي ونادي الزمالك طيبه، احنا بنشتغل مع بعض مجال واحد، واحنا كمان الاهلي والزمالك هما يعني قطبي الكره المصريه ايا كان الوضع بتاع الفرقتين، لان الاثنين هما اللي بيضخوا اللعيبه لكل الرياضات، مش 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 في الكوره بس. فاحنا في الشغل علاقتنا حاجه، وفي التنافس وقاعدين بقى في الكافيه وقاعدين على القهوه دي حاجه دي قصه ثانيه، والتشجيع حاجه ثانيه. طب هسالك سؤال برضو، عايزه اقف معاك عند قصه فتوح. نعم. بشكل مباشر يعني، هل هم لقوا خروج كده امن لفتوح ان هم عايزين يبيعوا فتوح ويخلصوا من فلوسه وتجديده والقصه دي، ولا هو ده اجراء عقابي تاديبي للي عمله فتوح وخروجه من المعسكر؟ مليون طبعا. في المية احمد فتوح بقى صداع في منظومه نادي الزمالك، واضحه قوي بقى صداع في منظومه نادي الزمالك. طبعا واضحه جدا اختصارا كده او عنوان لحالته. احمد فتوح في ظل كل الازمات اللي بتحصل دي، انا اسف يعني، هو اللي عمله ده هو تعمد، اللي عمله ده هو حركه استفزازيه واضحه جدا جدا. ان انا في ظل المشاكل اللي انا فيها، الناس انا اسمي يعني مطروح جدا للانتقال للمنافس الاول للنادي بتاعي، باجي عندي ماتش مهم جدا جدا، باجي الساعه 12 بالليل بخرج وبقول اصل ما الناس كلها بتعمل. فواضح جدا ان هو يعني ما عندوش مشكله. فتاني انا بشوف لا، احمد فتوح قصد بالحركه دي ان هو يصعد الامور، لانه واضح جدا جدا ان هو خلاص خد قرار انا مش هجدد اقامه تخت. خلاص نادي الزمالك حاول مره اثنين ثلاثه، الدنيا بعيده خلاص انا مش مكمل. انا في وجهه نظري الشخصيه اوكي انت حر، شوف مصلحتك. بالظبط بالظبط زي ما النادي الاهلي عمل مع عبد الله السعيد. النادي الاهلي لما شاف ان عبد الله السعيد عمل معاه تصرف
مش ولا بد خد قرار بالبيع. عايز بقى تروح السعوديه، عايز تروح الامارات، عايز تروح الزمالك، عايز تروح بيراميدز، انت حر. ما ده بقى انا النهارده ما حطيت خلاص شلتك من حساباتي، من حساباتي خلاص انت حر، شوف مصلحتك. طيب عايز